Once upon a time, they came out from the deep, from the very far south. They were the very best in their trade. Therefore, they were the chosen ones, the only trusted squad, to protect the most precious of all, the throne of Egypt. They were called the Elite Warriors Legion, the Magi's. Today, Egypt has no pharaohs, no throne, no royalty, but a great civilization. Yet, she still has her elite platoon. They converted from a squad of warriors to a multitude of exceptionally talented troops, the Magi's of civilization, guardians of the spirit within. طبعا لو حبتدي اتكلم عن ازاي ابتديت افهم يعني ايه لوحة، يعني ايه فنان، يعني ايه شغل بجد، طبعا ده هيبقى بدايته مع دخولي الجامعة وعلاقتي بالأساتذة، علاقتي بالأكبر مني، الزملاء الأكبر مني، علاقتي بالجو المحيط كله، لأنه إحنا وإحنا في الكلية ما كناش بس في قسم التصوير، إحنا كمان كنا في قسم النحت، كنا في قسم الجرافيك، كنا في قسم العمارة، كنا في قسم الديكور، يعني كان لينا أصدقاء وأساتذة في كل الأقسام، وكانت العلاقات يعني الحقيقة ثرية بين الزملاء وبين الأساتذة وبيننا إحنا كطلبة. ابتديت أفهم ازاي الفنانين الكبار بقوا فنانين. درسنا تاريخ الفن، درسنا تاريخ التصوير، درسنا فنانين العالميين، ودي كانت حاجة شدت انتباهي، انه يعني لو انا بتمنى انه ابقى مصورة ذات وزن او ليا بصمة في تاريخ الفن، يبقى لازم أبقى حط عيني على الناس دي. الناس دي كانت بتشتغل إزاي، الناس دي كانت بتجتهد إزاي، الناس دي كانت بتفكر إزاي في الفن. Thank you.
وده شيء مش سهل، لأنه بعد كده أنا حاولت طوال يعني بعد ما اتخرجت من الكلية، حاولت أنه أفضل أذاكر، بمعنى أنه درست فن المصري القديم سواء في الماجستير أو في الدكتوراه. ما كانش هدفي أبداً أن أنا أخد درجة علمية أو شهادة، لا خالص، كان المهم بالنسبة لي أن أنا عايزة أتوغل في تاريخ الفن المصري القديم، عايزة أفهم الفلسفة اللي وراء الفن المصري القديم، عايزة أفهم الناس دول عاشوا إزاي، كانوا بيفكروا إزاي، حياتهم كانت إزاي. لأنه المسألة مش مسألة أنه أنا بستوحي من الفن المصري القديم، لأن أنا كان ممكن أستوحي موتيفة، أستوحي شكل ما، إنما ما كانش ده الهدف بالنسبة لي. أنا كنت عايزة أبقى لمسة حياتهم، يعني الفن المصري القديم المثالي الذي له قواعد وأصول الفنان كان لا يحيد عنها الأسباب، كلنا نعرفها، لأنه كل الحاجات اللي احنا بنشوفها النهاردة في المقابر هي كانت بتترسم للعالم الآخر، علشان المتوفي هياخد كل الأشياء اللي موجودة في المقبرة بما فيها شكله اللي مرسوم
على الجدار، فلازم يكون شكل مثالي معمول بدقة، ما فيهوش خطأ، وإلا هيبقى شكله في العالم الآخر هو نفسه بالأخطاء لو وجدت. فالفكرة دي خلت إنه الفن المصري القديم اتحط في قواعد وقوالب قيل عنها في كل المراجع وكل درسوا فن مصري قديم وكتبوا عنه، كلهم طبعا أجانب، قيل خطأ إنه فن جامد مقولب، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لأنه اللي يدرس تاريخ الفن المصري هيلاقي نماذج كثيرة على المعابد وعلى في المقابر وفي قطع اللي أنا عملت فيها الدكتوراه، قطع الأستراكا اللي هي القطع الفخارية الخزفية الحجرية اللي كان الفنان وهو في وقت الراحة بتاعته بيخرج بقى من إطار الفن المثالي اللي هو بيشتغل فيه في المعابد أو في المقابر، وبيمارس هوايته في الفن بيرسم، فعمل قطع من أبدع ما يكون. وداخل الفن اللي بيسمى الفن المثالي في نماذج كتير جدا للفنان كيف يتصرف مثلا في حركة، كيف يتصرف في موضوع احتاج انه يعمل له حلول مختلفة، لا تصرف وعمل حلول النهاردة لو بصنا لها هنلاقيها حلول حديثة وما بعد الحداثة كمان. وكل يعني اعتقد ان فنانين كتير منهم بيكاسو منهم لا اتذكر يعني الاسماء بالظبط اخدوا من الفن المصري القديم، زي ما اخدوا من الفن المصري القديم زي ما اخدوا من الفن الافريقي. الحقيقة انه يعني بداية الفن كانت في مصر. نرجع للفكرة اللي هي بنتكلم عنها من الأول، إنه
أنا بعيدا عن الفن المثالي اللي هو في المقابر والمعابد المصرية القديمة، كان فيه لقطات للفن الحقيقي، الفن الطبيعي. اللي شد انتباهي الحقيقة قوي كان فترة إخناتون، ودي برضو عملت عنها رسالة الماجستير. إخناتون والتحول الديني، إيه التحول الديني أثر إزاي على الفن؟ يعني فكرة إخناتون لما تخلى عن كل الآلهة واختار إله واحد اتكلم عنه وكتب أشعار وحول الدولة كلها لعبادة هذا الإله. الحقيقة أنه إخناتون كانت عنده فكرة الحقيقة، الحقيقة اللي هي إزاي يعيش طبيعي، إزاي ترسم وهو نصف إله، لأنه الفرعون كان نصف إله، يعني دي كانت سمة من سمات ملوك مصر قديماً، إنهم آلهة أو أنصاف آلهة. فطبعا كان الإله ده له شكل محدد، له شكل ليه قواعد وأصول. إخناتون حطم الحقيقة كل القواعد والأصول التقليدية ورسم نفسه، رسم عائلته، رسم أولاده في أشكال مختلفة، بيمارسوا حياة طبيعية يعني زي أي فرد طبيعي. يمكن ده شد انتباهي إزاي كانت الحياة في مصر القديمة وإزاي ممكن يبقى شكل
الفيجرز أو الإنسان في مصر القديمة بيعمل إيه؟